بكم رجعنا لكم في أمور جدية. احنا مشينا تابعنا ماتش المنتخب الوطني التونسي مع مراسل خاص، نشوفوا ريبورتاج قام به يوكي. مباراة ما بين ليبيا والتونيزي، احنا تونس باش تنتصر في المباراة ان شاء الله. تونيزي تونيزي مغربي والليبي روسيا. احنا صوتي. نعم ازدادوا 10 سنين في عمري، ولكن ما زال حب تونس هو عمري ديما وين ما تروح. الخضرة برجالها، 1,000,000,000 مبروك للكرة التونسية. كيف كان أداء اللاعبين اليوم؟ كان ممتاز، مش هوليك الدرجة. ما حمدوا للكاليفيكاسيون كوب دي موند، قابلوا اليابان مش نعطوها حارة. تعرفش معناها حارة؟ اش معنى لبلابي؟ مراوب مراوب تاكل مراوب انت. تونيزي تونيزي Je suis vraiment heureuse. Non, la Tunisie s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Ils vont aller loin à la Russie. J'espère que je vais voir ça. Mes félicitations, mabrouk à tout le pays. C'est un très beau moment pour vous. Omar Jedea. Inch'Allah, mabrouk. Omar Jedea. Tons machine, Lib, Russia. مرحبا بكم دونك. مرحبا بكم دونك. معنا يوكي مبعوثنا الخاص اللي مازال ما يعرفش نتيجة مباراة المنتخب، ولا ما عطات لها في الأيامات هذه، ما عرفش ريزولتا. ما فهمتش تقول ما دونك يوكي لو كان معناتها نعرف برشا مثلا رقدوا نهارين ثلاثة ما حلوش الميديا، ما حلش فيسبوك مقصوص عليه الإنترنت، نحكي لهم شوية إيش صار، في ماذا حدث في مباراة تونس وليبيا؟ بصراحة ما عنديش أي معلومة ما نزلت. لا يعني ننتظر المعلومة هنا حتى نعرف النتيجة. أنا جيت هنا. أنت كنت في الملعب. كم يعني تونس ليبيا كم كانت النتيجة؟ 10-0. لا 0-0 1-0. 10-0. 10-0. ومن معناتها من سجل الأهداف؟ ليبيا تونس موريتانيا بنغردين. لا اللاعبون لاعبون يعني لاعبون برشلونة باساج. شنو داخل بابا؟ اسمع قلت لك صب له انتي فيروس من اللور راهو داري راهو يوكي تفرج. لا معناتها صف لي ماذا عشت في الملعب، اجواء الملعب؟ سخوت عنده سخوت في التولو بصراحه. يعني شعرت في الملعب بصراحة، شعرت بطاقة كبيرة يعني من مواطن تونسي. كلهم يتفرجوا في، أنا ما يتفرجوش في المباراة. أنا مش مباراة. لا أنا كضحكة، أنت ضحكة يعني. أنا نعمل معك. لا
هذا ما نشاهدك نضحك نشعر بالسعادة تغمرنا. دونك شفت لي توانسة طاقة ونسألك في الأخير كيف احتفل التونسيون بالهدف يعني سجلوا المساكني؟ باهي انظروا إلي هكذا. شكرا ليك. دونك تصفيقه كبيره على مبعوثنا الخاص يوكي. مرحبا بكم. دونك نحب تصفيقه كبيره على خوله معانا بارتير مليون ديمور قديش نحلك خوله لاباس الحمد لله الدنيا معاكم مدام شيخه يا عايشه. شكون عنده كلمه على الكيب ناسيونال ملاحظه حاجه يحب يقولها معناتها على الجو اللي عملناه نهار السبت و... يا خويا المهم ترشحنا ان شاء الله مبروك علينا. آه. أيوة. والله ان شاء الله الاداء في روسيا يكون خير. أيوة. مش اداء في نحب تحيه بصراحه معناتها تحيه للاخوه اللي بالي معناتها وقفوا معانا في الماتش. وي ما حبوش يماركيو وقفتوا معانا كنتوا تنجموا تماركيو زوز مينيموم. تحيه اللي بالي بنحسهم فرحوا لنا اكثر من اللي فرحنا معناتها يعطيهم الصحه بالحق كريم. ولا الحمد لله معناها ترشحنا والكل ورا فما معناها ما في تونس ديما فما كالعباد ما تحبش الفرحه والله ولا كيفاش معناها فما عبيدك تحب تنغص عرفتهم ماك اللي يجيو ينغصوا مثلا نبيل معلول فهمتني تحب ولا تكره معناها السيد متعادل معاك مع الكونغو في الكونغو ربحوا ماتشوات البر وماهيش سهله يجيو مثلا شكون هذيك الصحه يقولوا له هذه كيب ناسيونال نتاع روسيا تو قبل معناها نقولوا ماناش باش نمشيو لروسيا تو ناكلوا فضيحه علاش ديما تشيئة في الكوره كريم يقعدوا كان الارقام احنا اول فريق عربي افريقي تو في ترتيب الفيفا على عام معناتها نشوفوا على عام نبيل معلول الممرن العربي الوحيد اللي مترشح ثاني ممرن في العالم بعد ديل بوسكي نبيل معلول يعمل كاس العالم الانديه وكاس العالم للمنتخبات وما خسرنا حتى تروح دونك ريزولتا ما الارقام تتحدث وباش يقعدوا كان الارقام مش يقعدوا كره على بعض كاس العالم جوست حاجه برك انا ملاك جوارة المحترفين سامحني مش محترفين هم اللي هم خاطر محترف يطلع من تونس اللي مولودين لبرا ومعناه ورفضوا المنتخب انا نشوف ما يجيبوا لنا حتى واحد خليوا التشكيله هذه الاولاد هذوما خاطر كلها مش تطمع تو معناها كان جي شهر تالي تخرج كول والله اللي يتلفت لكم يا تبرك الجمله تو مش ولي فيه العسل المنتخب ومحلاها روسيا ومحلاها تونس بالاخر الحق كما قالت شي ما شايب طب كنت فين لما زمان احتجت لك اكزاكتو لا تعطيني سمكه ولا وين كنت وقت البردك ليه الله قولها باللحن وين كنت وقت البردك لاني يلا نمشي والتونسي مش تونسي باش نعطيكم قوانين تقولوا اسكو القانون هذا تونسي ولا مش تونسي تونسي كل تلميذ فوق ال 15 سنه كيفاسكي في الامتحان مهدد بالسجن تلميذ كل تلميذ صحيت مش تلميذ كل تلميذ فوق ال 15 سنه كل تلميذ فوق ال 15 سنه كيفاسكي يدخل حبس اسكو القانون تونسي ولا مش تونسي حسب رايك على حساب هذا مي قالوا طول طوم مش تونسي بس شديد مرض فاسكي الحق انا راني قراي كنت معناها من غير اضم كل ما ماكش قدوه والله اقسم بالله قراي حاشاك شديد وطرت شديت وتعريت كونسي بالحق انا في بالك انا قبل واحد يفسكي بذنبي انا نموت بالراحه جبان خويا واحد واحد كيفسكي بجنبي نخاف خاف يخزر لي المعلم ما يقول شيء هكاك يخزر عليه تقول له ها هو صبيب كان صبيب كان مرعب اسمي روجيستر صبيب كان عندك حبس على الستار لا لا عندك الحق لا هذا واحد امي ديما كانت تغسل لي حوايجي قسما بالله تلقى ورقه صغيره هي فوسكه انا نساها هنا في مكتوب كم فسكي به امي ما تقراش معناها ماهيش قاريه امي فهمت تجي تقول لي كريم اخي الورقه ذيك نقول لهم قران راهو فهمت قسما بالله
القرآن بابا يقول لها شنية ذاك جيب تهز الباب ويلقاها حروف بالعربي جيش يقراها نقول له وانا راهو قرآن معناه بالحق نحط قرآن وانا عندي كتاب قرآن بالحق في الزاك وفي مكتوب يقولوا راني قرآن ديما قرآن قسما بالله والله العظيم لنزيد عليكم كلمة مرة لقى الورقة كيف كيف أمي هزتها البابا ديريك تحسك البحاث بابا عرفت تهز عيطيلو قال لها عيطيلو شباب جيت أنا للصالة نتبانس قال لي شنية ذاك قلت له قرآن بابا وي فوسكا نتاع فرنسي قرآن بالفرنسية يا جماعة اقسم بالله وقت تفكر فوسكا بالفرنسية والمعلم كي يشد لك الفوسكا أول حاجة يشدها شنية هذه يضحك تبع جبن أنا فاتوني البنات أنا كتبت الفسكي ومغسول ودرا شنية والكل عرفتك تفشلك وقت تقول مدام ناخذ ورقة أخرى دوبل فيها آخر عرفت تحس روحك بهم ياسر أنا كنت من نوع هذاك براحة خي حسيت أنت كنت من وفما اللي تقول له مثلا لول ودرسني والله العظيم يبدا بالعادي يحب يوصل للبروف راه ذاك يقلق فيا عرفتم هذاك بنتي تقول له لول سهل يا ملكك يا ملك شنو عرفت كيف تقول له يا ملكك شنو وبعد تعطيك ثمانية بسويابع اوكي تلاصم اقسم تقعد انا ديما هذاك نبدا نهمس فيها اعطيني يقول لي والله ما زلت ما جاوبتش ويطبس يبدا هذاك تنبوش بشنيول ما يقومش مجربهم بعد ذراعي نبدا نعمل له واكو ويعمل فوز شنو تونسي باش يولي تونسي مش يولي تونسي مش يولي تراه نشوفوا تونسي ولا مش تونسي لا مش تونسي في بنغلاديش 15 الحبس 15 الحبس القانون هذا ممنوع جلب الحيوانات او ادخالها الى مياه البحر القانون هذا تونسي ولا مش تونسي لا لا ما تونسي معناه محامي واحد طلاق وخلع والاخر فوسكا تونسي ولا مش تونسي قانون صادق تونسي يا بالغ يا لا في تونس الراو الكلاب والقطاطس هي ما ممنوع ممنوع تهزم الشط ولا داخل ممنوع كيف مش ظاهر ممنوع مش تونسي مش ظاهر ممنوع مش تونسي ما فماش بلاك ما فماش حاجه تمنع ما فماش بلاك تمنع لي مش تونسي خاطر نهزك لي البحر ويعوموا معناتها صار انتوما اللي تهزوا الكلاب والبحر لا هما وقت تحسن في الفلوس البحر بين ما ريناش كريتا مره وبين هكا ما يحطوش نجم نجم التعاقب عليها تونسي القانون اخر اخر حاجه في تونسي مش تونسي ممنوع تعمل شمينيه في دارك تونسي ولا مش تونسي شمينيه شمينيه ممنوع تعمل شمينيه في دارك تونسي القانون ولا مش تونسي لا مش لا لا مش تونسي احنا عندنا القانون ما عندناش شمينيه والجواب صحيح ممنوع لانه في تونس ما عندناش القانون عندنا وسائل اخرى تدفي بها نشوفوا مع بعضنا الحمد لله جيت عزيزي وينو شفاش وينو شوفاج؟ شوفاج وذيك عاملة تسير فيا شوفاج قلت له شوفاج سير فيا أنا سير فيا أنا البتيت شنولي صار؟ البتيت سير فيا ريت اللي عمره ما صار صار اليوم البتيت أنا سير فيا البتيت سير فيا أنا اليوم أنا متيش أنا كل مرة متيش في بلازة باش نشري يوم والشوفاج اللي تحبي عليه دخلت الوالد قلت له بقديش شوفاج نشوف في برشا شوفاجات فهمتني؟ شوفاج الاولى الثاني شفت ارخص واحد قلت له شوفي شفت واحد متحف هناك شوفاج قلت له قد ايه هذا قال لي بمليون مليون معناه ما فهمتش كيفاه مليون عليه مليون اخي قلت له هذا يدفي ومام طوي دغدغني يجيب لي النوم في الليل ويحكي لي قصه قبل ما نرقد يقص لي ظوافري جون بو بلو من البرد مي لا جون بو بلو من البرد 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 شبيك انت كوانسيتي هاتي نحي السي دي خلينا نمسحوا ونرجعوا باش تحكي شبيك جون بو بلو من عزيزي نحب نلقى حل للبرد نحب نلقى حل للبرد تلقي حل للبرد يا ولا بلابي هذا احسن حل للبرد قولي ولا بلابي ياك حل للبرد شنو هذا شنو تشوفي فيه قوس قزح لا بلابي صح فلا بلابي ريت هذا تغطسي فيها هذا تخرجي دافيه Impossible. نمشي نجيب مايو منا ها نمشي جيب البوماده نتاع هذيك الدفري البرونزاج اللي تعملوا فيها وجيبك وجيبك هذيك الوحده المنشفه مصوره فيها الشمس تبكي هذيك يا بنتي هذي البليبي ها البليبي شوفك البليبي شوفك البنه شوفك العظمه كيفها مبوطه اخس 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 في اوميجا 3 ميلا كليو بومبي في عزيز في في نحب نشري لك كليو بومبي غالي شنو هي شبيك فيش
بهذا في فيتامين بدوزة؟ في وي في في الكود نتاعو لبلابي 2017 ماجيسكيول يا بنتي لبلابي قالت لي لا تربحك لبلابي لبلابي طلعت عليك لبلابي فيست جديد لبلابي هذا على شكل لبلابي هذا عزيزي ما تفهمش انت مشاعري تابع على الاخر وحاسيسي في حاله انت تاكلها الصحفه ذي شوفي اللي حاسيس لي باش تخرج في الليل تخرج احاسيس للصباح وانت تخرجي في الاحاسيس ما يقول لي في سبستانس كيميك سبستانس كيميك كيميك عطستي راح مكان شنو ايش فيه سبستانس كيميك فيه ولا لا فيه بروف مدنيه كيميك ما فهميش فيه بروف فيه بنتي كولي كان باش تاكلي مكبسهولك على راسك مكبسهولك على راسك كولي كان باش تاكلي يقول يا فيه حكايه الكل كل ايش تحبي شو فيه هذا فيه فيه الكبار فيه ياخذ العظم فيه الحمص فيه الفازيات الكل فيه القارص هكا هاو عزيزي سمنترك البيريود هذه راهو لازمك ترجع للغيجيم ويفك عليك من حكايه هذيا شنو هذا الكل فيه عظم ولا شنو باش ناكل جبتك كادو بيتي سويس معنى أمي اسمها صالحة وناكل بيت سويس معنى جدي رزوقة وما أدراك معنى جدي مات بتلموه قوي مات واقف هكا يعيط فهمتني ولده وسي يطيح شم العائلة أنا في الحيط باش ناكل البيت سويس شوية ذيك عزيز زي بتتعرف ديش تنظر بغك بيها في وجهك يا حبي هذا الكل منفعة أكثر من هذا وفي أقل كالوري كالوري ما جيه وكالوري روحة كالوري يا بنت غير راني ما ناكلوش هذاك نبدا عمري عامين واسمي ارسلان فهمتي ناكلو هذاك وكبدا نطلع في الغب هذا باهي بوغتون هيجيان لا باش نولي لك حيوان ماكش باش تاكل لا يصفى لا والله لا تاكل كل بيتي سويس لا نمشي وتوال تونس بخير مع بلال المساوي مرحبا يا لوفر مرحبا بالجمهور الكل ومرحبا بالحضور الكل جمهور كالعادة التصفيقة متاع العادة شمالة في لوفر كالعادة في تونس بخير الجمعة ذي عملت دور على الانترنت باش نشوف الإبداعات متاع المشاهير متاعنا في تونس والنجوم الجمعة هذه اكتشفت انه الشادي العرفي وماهوش فرطاس كما الناس الكل مش في بالها اي الشادي اللي عنده برشا شعر اما جوست طلع في البلاصة الغالطة الشعر نظموه يطلع له في راسه وهو يطلع في ظهره في العالم كامل واحد كيف يصور مع حوتة تخرج محليها يبدا هكا الصغار يصوروا مع الحوتة تخرج شو محليها الحوتة كذا الشاد الحوتة الصغيرات فما هكا حنية وكذا كما لهنا الشاد اللي تقول شاد يبحث معاها الحوتة وريها هذه حوتة جغالي أم كبيرة جغالي قداش توزن؟ تعمل 8-9 كيلو أكثر شيء بارك جغالي شنو طيبوا بيه؟ كوسكسي طيارة على كوسكسي الراس مقرونه اي بيسموه ما اون بليس اخضر شادي تبارك الله راسه كبير شويه ما قبل شادي معروف اللي راسه كبير عملوه طاوله باش يحطوا لي بكويت الحلو مسرحيه الجمعه عايزين شفت انه كريم الغربي طلع مغروم بكلينت ايستوود ما كنتش تخيل كريم اللي انت مغروم بيه بالحق وافلام الويستر كريم غرام وصل بيه حتى كي يرقد يتبع جماعه الويستر هذاك كلينت ايستوود مغروم بيه برشا كريم كي يرقد يتبعهم عرفتك النومه نتاعهم يحطوا الواحد على وجوههم كريم حب يعمل هكا هاو كيفاش طلع مش انا في بروفيل شكون خذ خشم بنجالو ولا ذاك شنو في بروفيل هذاك في الاخر فما واحد كل جمعه يستفزني بتصوره كل جمعه ونقول سيب عليك يا بلال ما تدورش بيه كل جمعه يعاود يستفزني بتصوره باش تلحم حاسس وين نقول يا بلال اخطاك ومن الجمع تحسن العاقبه شد روحي بالله حط لي تسعه اش بدك انا حكيت معاك حط لي تسعه قول لي راني نبهت علي هاني نبهت علي خليني نحكي هاني نبهت علي يا شاهدين ولا نبهت
تحط انا ما نلعبش معاك راه تحط التصويره غادي خلينا نروح اخدم على روحك اخدم على بيا او اخدم على اسمك ولدي محسن اخدم على فوزي علاش عمرك ما خدمت على فوزي خايف استنى انت شكون خايف يا شبان شكون خايف علاش عمرك ما طلعت التصويره لفوزي يا شبان يا شبان يا شبان ورينا ترى اش بك مشى في بالك عليك انت صح كان نحس نحس بليل اجا حدا صدقيك ما فراني اجا حدا اجا حدا ناخذ معك ما تسمعني بالحكايه خليتك جنب لا قفلوا لهنا اسمع ما نجمش نركز راه اخدم على روحك ولدي ما نجمش نركز اه باش ما اخزر لي بليل نجم نامن لك الفقره من خروجك ما نامنوش الجمعه هذه بالرسمي الجمعه هذه اخزر لي يا بليل شديت روحي شديت روحي ما نجمتش كيما نعرفوا في تركيا طلعت عندهم الموضه نتاع الشلاغم نعرفوا الناس كل وبرشا فنانات مغرومين بالرجال اللي عندهم شلاغم كيما لهنا كيما لهنا فهمني الصادق حلو صلاحته هو مغروم كيما هكا ورينا الصادق لا احنا ساعة تحية الماما تحية الماما ماما لك احنا نخرجوا فاصل ما نعرفش كيف ندخلوا نرجع لكم بعد الفاصل